كتابه للسيره النبويه ان بعد غزوه احد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم ابو جهل وشيبه وعزه بعد موتهم وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ بعد غزوه بدر. بعد غزوه بدر معذره. ايوه بعد غزوه بدر. ايوه حقا. فالصحابه استغربوا قالوا يا رسول الله بيتكلم الموتى؟ فقال لهم اسمع بي منكم. والذي نفسي بيدي انه من... نعم اتفضل ما اللي بتقول حضرتك؟ نعم صحيح الرسول عليه السلام قال ما انتم باسمع لما اقول منهم. نعم. صحيح احياء. ده شاهد يا مولانا لان الموتى يسمعوا الحي واي موتى على اي وقت. هذا احد الاستدلالات التي استدل بها القائلون بسماع الموتى لكن سماعا لا ينتفعون به. وقال بعض العلماء كالامام قتاده احياهم الله له حتى سمعوا كلامه. ونحو في القران الكريم فتولى عنهم وقال يا قومي لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم. صالح يقول وهود يقول ولكن لا تحبون الناصحين. ومسألة سماع الموتى من المسائل المختلف فيها بين العلماء وهذا أحد أدلة السماع ومنها إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا يعاليهم ومنها أن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت أو إذا دفنتموني فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي عز وجل. أما المانعون فاستدلوا بالآيات وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذه بعض استدلالات القومية والمسألة الخلافية. على أي حال إذا سمعوا لا ينفع المتكلم بشيء. نعم مع السلامة.